احنا داخلين على الشغل اكبر مما احنا كنا متصورين. اللي عايز يشتغل اهلا وسهلا بيه، اللي مش عايز مع الف سلامه. مليون مهندس يتمنى بس يعدي قدام الشركه. ده مجرد استفسار يا مدام نهد، اكيد الموضوع عمره ما هيوصل لكده. انا اللي انا عايز اقوله ان احنا داخلين على شغل اكبر مما احنا كنا متصورين. وزير الاسكان لسه مكلمني وقايل لي ان هو داخل باكج مشاريع وهيتكلم فيها سياده الرئيس في خطابه اللي جاي. ده معناه حاجه واحده، ان احنا داخلين على شغل من نار.